هذا البرنامج برعاية مرة تانية. نزرع رز ولا ما نزرعش؟ نستغنى عن الرز؟ نقدر في السفرة المصرية نستغنى عن الرز، خاصة ان احنا عندنا بدائل كتيرة جدا، ذرة وشعير وبطاطس ونشويات كتيرة جدا. يقدر المواطن المصري يستغنى عن وجبة الرز؟ ما اعتقدش. طيب ايه الحل؟ بيقولوا ان الرز بيستهلك اكبر محصول بعد القصب طبعا والموز، بيستهلك المي، بيستهلك مية الرية بتاعتنا وعاوزين نوفرها. حلقتنا النهاردة بقدر ما هي كانت رصدا للمخالفات في مجال زراعة الأرز في مصر وجهود الدولة لمحاصرة هذه المخالفات هدفا لتقنين هدر المياه، أيضا من ناحية برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية حاولنا نشوف محور جديد من خلال نقول طيب ماذا لو نجحت مصر من خلال مركز البحوث الزراعية، خاصة معهد بحوث المحاصيل ومحطتنا البحثية على مستوى الجمهورية، في استنباط هجن أو أصناف مصرية جديدة تتمتع بشيئين في وقت واحد: غزارة الإنتاج وشح الاستهلاك المائي. بنسمع كتير جدا عن أصناف رز بتتزرع زي القمح، بتشرب مرة كل 12 يوم، لكن الرز اللي احنا عرفناه منذ أن نشأ الأرز في أرض مصر لازم يبقى بايت في المية أكتر من 3-4 شهور، يعني لازم يتروي كل يوم، بيستهلك مية كتير جدا. مصر وصلت فين على طريق استنباط هذه الهجن أو هذه الأصناف اللي هي شحيحة الاستهلاك المائي أو قصيرة الفترة الزمنية على أساس أنها تستهلك مية أقل؟ مش أنا اللي هتكلم النهاردة، عندي ضيفين عزيزين شديدين في مجال زراعة الأرز. أولهما السيد الأستاذ الدكتور حمدي موافي، هو ملقب حاليا أو عنده تايتل حاليا أو منصب حاليا اسمه رئيس برنامج الأرز الهجين في مصر، وهو أساسا أستاذ في معهد بحوث المحاصيل في مركز البحوث الزراعية وتحديدا في محطة بحوث كفر الشيخ اللي برحب بيه. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. معايا حبيبي وصديقي المناضل القديم الحاج محمد أبو عرب، اللي استقبلته هنا في نفس الاستوديو لكن في برنامج مصر الحلوة السابق على قناة مصر الزراعية، المناضل الكبير الملقب بالفلاح المثالي والذي بالفعل تقلد شهادة الفلاح المثالي من أكثر من وزير من وزراء الزراعة، هو الحاج محمد أبو عرب، كبير مزارع الأرز في مصر ومن أشهر مزارع الأرز إنتاجية وصنفا وخبرة وعلما. أهلا بحضرتك الحاج محمد، شرفتنا مرة تانية في السجن. الله يخليك كل سنة طيب. دكتور قبل ما أكلمكم عندي معلومات طريفة للمشاهدين عن موضوع الأرز. منظمة الأغذية والزراعة الفاو طلعت إحصائية بتقول أن إحنا عندنا 10 عظام، أكبر 10 عظام في إنتاج الأرز في العالم. معرفش ليه دائما تتصدر الصين قائمة العشر العظام حاليا في أي حاجة، خاصة في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي. الصين والهند وإندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام وتايلاند وميانمار أو اللي هي بورما واليابان والفلبين والبرازيل. الصين بتنتج 193 مليون طن سنويا. تخيلوا بس، علشان يعني أجيب لك المقارنة، 193 مليون طن مقابل مثلا مصر بتنتج 4 مليون طن. أنا بتكلم على الرز الأبيض، 193 مليون طن سنويا مقابل 4 مليون لمصر، يعني 35% من إنتاج الرز العالمي بتنتجه الصين. الهند 85 مليون طن سنويا، وتاني مصر 4، إندونيسيا 64 مليون طن سنويا، بنجلاديش 47 مليون طن سنويا.
في تنام 38 مليون طن سنويا، الفلبين 16 مليون، البرازيل 12 مليون، تايلاند 10 مليون، ميانمار أو بورما 10 مليون، اليابان 9 مليون، وأخيرا قلنا طبعا مصر مش في العشرة العظام ولا في تصنيف الفاو، لكن أنا اللي جبته من عندي 4 مليون طن، وبنعيط بنقول بنهدر مية والمفروض إن احنا ما نزرعوش تاني. معلومة على الطاير كده كمان، في عالم الأرز أعلى مواطن في العالم استهلاكا للأرز هو مواطن بورما، الدولة الغلبانة دي صديقتنا اللي فيها دلوقتي مشاكل عرقية تخص المسلمين. متوسط إنتاج الفرد فيها، الله يسهل لهم، 510 كيلو جرام في السنة للفرد. طبعا في مصر برضو 42 كيلو فقط لا غير. مانيش عاوز استطرد في المعلومات الطريفة كتير علشان ما اسيبش ضيوفي. تاني هرجع ارحب بيهم وبكلم على طول سؤالي للدكتور حمدي موافي، احنا فين من صناعة الارز في العالم؟ انت زي ما سيادتك ذكرت اتكلمت عن مساحة، مصر اولا لها موقع لكن موقع تاني من الناحية العلمية. الدول اللي سيادتك اتكلمت عليها، الصين بتزرع 30 مليون هكتار رز، 30 مليون هكتار، هكتار بيساوي 2.4 من عشرة تقريبا، 30 مليون هكتار رز ده حول العالم. دي الهند بتزرع 48 مليون هكتار رز، بتزرع كمان موسمين في السنة. الصين بتزرع برضو، بعض المناطق في الصين بتزرع موسمين في السنة. بتتكلم على حجم الانتاج، الانتاج وتايلاند الشرقية عندهم واحد بيزرع رز وواحد بيحصد. انا ستك انا رحت الصين 13 مرة. طب بعد اذن حضرتك معلش قبل ما ندخل في الحلقة، ممكن كده عندنا تقرير مصورينه عن الرز المصري ناخده بعد اذنك؟ فاصل وراجعين، تقرير بسيط تقرير قصير وراجعين تاني. حضرتك عندك مخلفات رز قد ايه السنه دي؟ احنا السنه دي يعني يعتبر الحمد لله رب العالمين، نظير طبعا المتابعه المستمره الحقيقه، لان طبعا مساحات قبل كده كانت تعدت ال 20,000 و25,000 وصلت 30,000 كمان، ولكن السنه دي الحقيقه كانت في اجراءات الحقيقه مشدده في عمليه المتابعه وعملية إجراء جشني بعد كده حتى على المتابعة حضرتك، وعشان كده مساحة الرز المخالف السنة دي 9159 فدان. طيب هي الأليوبية ممنوع منها زراعة الرز أساسا نهائيا؟ ممنوع فعلا، هي محظور فعلا زراعة الأرز في محافظة الأليوبية، ويمكن احنا بقينا نقضي على المشاتل في المهد، ولكن المشكلة ان كانت في شتلات بتتنقل بالليل من المحافظات المجاورة، وده اللي خلى يعني وصل كده ل 9000 فدان 159. في طبعا بعض المزارعين وهو حاطط في دماغه انا هزرع رز، ما انت حتى حضرتك تقول له ازرع ذره او اي حاجه تانية مناسبه، هو في دماغه ان هو يزرع رز، ويمكن هنا قائمين على هذا ان احنا من قبل الموضوع ده كان في يمكن المؤتمر الخاص بالتدوير، وكلمنا الناس الحقيقه يا جماعه يعني حاولوا بقدر الامكان ما حدش يزرع رز، طبعا زي ما انت حضرتك عارف سلوك بعض المزارعين، يعني مش الكل، يعني طبعا معظم مزارعي الاليوبيه ناس الحقيقه ملتزمه وناس الحقيقه بتلتزم بالتوصيات اللي من قبل وزاره الزراعه. 2000 جنيه غرامه مشتل، و2000 جنيه تحديدا كمان حوالي 2000 جنيه لكل فدان مخالف رز، يا ترى المخالفات دي سترضع المخالفين؟ وليا ترى هل هيكون في بديل يا ترى من الوزاره علشان الفلاح يلاقي محصول آمن زي الذرة لما يتعمل له سعر ضامن؟ السؤال ده لوزارة الزراعة. احنا جايين النهاردة بنحقق في ظاهرة زراعة الرز المخالف في الأليوبية برغم القرار الوزاري اللي حظر زراعة الرز في الأليوبية. انت شايف ايه الإجراء الرادع اللي تخلي الفلاح ما يزرعش رز مخالف؟ عندنا هنا المواطن المصري فعلا في محافظة الأليوبية هو بيلجأ لزراعة الرز كسلوك منه، انما هو احنا عندنا الدور الارشادي شغال ان يزرع محاصيل بديله زي الذره الصفراء،
زي الذره البيضاء، كلها دلوقتي دخلت في 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 ادوار لخدمه الحياه الزراعيه. لكن عندنا المواطن المصري وخاصه بتاع الالويه بيقول لك اشمعنى اني كمحافظ محافظه الالويه ممنوع من الزراعه؟ يعني الممنوع مرغوب. الممنوع مرغوب بالنسبه له. الحد من الظاهره ديت هو تغليظ العقوبه. الرز ده مخالف، انت بتضطر تزرع مخالف ليه؟ الوتر الارض دي غاليه علينا وبنزرع دلوقتي مخالف عشان نقدر نسد في الايجار حضرتك. يعني انت مأجر الارض؟ اجرها انا مأجر الارض. الفدان ايجاره بكام في السنه؟ ايجار هنا عندنا دلوقتي حاليا السنه دي ب 8000 وقبل الزياده حاليا. في السنه ولا للرز؟ في السنه. وانت شايف ان الرز هو اللي يعوضك؟ بس الرز بيعوضني في الزرع دلوقتي، لان الدور حضرتك دلوقتي ما بيعوضنيش عشان اقدر اسد ال 8000، بيعوضني جزء والدور بيعوضني جزء، فده بيشيل ده بيشيل ده مع ده. وانت في الموسم ده يا تزرع رز يا تزرع ذره؟ يزرع ذره، ما هو حاجتين، يزرع رز يزرع ذره. لكن الذره مش مجزي. عوض مش هيعوض من ال 8000 شيء. ليه الذره هنا بيجيب كام اردب عندك؟ الذره بالتقريب كده بيجيب من 12 اردب. 12 اردب؟ ده متوسط الانتاجيه مش اقل من 20. يا ريس ما تصدقش، ما تصدقش، ما احنا في قلب الفلاحه وقاعدين طول حياتنا فلاحين. ده لما يكون فلاح ايوان بيجيب 12 اردب. يا حاج محمد معلش دورك في الكلام، لان الدكتور برضو ما كانش خلص. الفلاح في التقرير بيقول ان الذره ما بيدينيش حقي وما بيحققش انتاجيه كتيره ومش مربح، وبالتالي بضطر ازرع الرز. يعني الفلاح المصري مضطر يزرع رز. وصلتوا لايه في اصناف الرز وانت راجل بتزرع رز من 30 سنه؟ ومعلوماتي انك اول واحد طور زراعة الرز الهجين وإنتاج 6.5 طن في الفدان من 2005، وعليه خدت شهادات الفلاح المثالي. إن شاء الله. أخبار الرز إيه والمية؟ أخبار الرز دلوقتي الأنواع الجديدة اللي طلعت كلها ومنهم الهجين خفضنا المية حوالي 150%، يعني بقى الرز 50% لسه الوقت مية. أنا عندي الرز الأصناف اللي في إيديا دي يعني بتتحمل لحد 10 ايام. 10 ايام جفاف وما تتغيرش. 10 ايام جفاف. وللاحسن في النمو الخضري. انما عشان انا بهابت من سنه 2005 انواع رز في مصر بحالها ان ما نشفتش ما بتجاوبش ولا تجيب محصول. يعني الاساس في زراعه الارز كل انواع الارز حتى اللي كانت بتستهلك وقت زمان لازم تنشف يوم. لازم تتجفف وتقبل الارض ثابته 100 100، ولا تستعجل بالميه ولا تستعمل ميه، كل دور تمليه واحده بس. يعني الميه بتيجي 4 ايام بتغيب عني 6 ايام، بعد يوم ولا اتنين من البطاله انا بصرف ارض انشفها لما الميه تيجي تاني. وعشان الميه بتجيب لي بلاوي ايام، بتجيب دودة دموية، تجيب دودة بيضة، وتخلي الرز يتنادي. لا تمنى من أوفر الحاجات دي كلها وأبقى قاعد في سلام وآمان وزرعتي 10 على 10 قدامي. طب إنتاجية الفدان من الرز اللي ما بياخدش مية كتير ده اللي بترويه مرة كل 12 يوم 10 أيام بتجيب قد إيه؟ دلوقتي إحنا عندنا أنواع جديدة من 2015 حاجة طلعت 79 كنا بننشفها لحد 6 أيام. 2016 السنة اللي فاتت 107 نشفناها 8، يعني الزرعه كلها اتملت 7 تمليات كده بس وخلاص. خلال كام يوم يا حاج محمد؟ نعم. كام يوم الموسم كله؟ من يوم ما تشتي ليوم ما تضم؟ من يوم ما تعمل المشتل لحد يوم ما تضم ده 100 في ال107 118 يوم. 118 يوم. 118 يوم. لفتره قصيره جدا. ده من الزراعه للحصاد، من الزراعه. ما انا بقول من الزراعه للحصاد. من الزراعه للحصاد، ما احنا من الزراعه للحصاد. 100 عمره 116 يوم. عندك الانواع السنه دي النوع بتاع الدكتور حمدي وموافي انا ما بجاملش وموجوده للزراعه في الارض واتمنى ان انتوا تزورون برضو السنه دي ما تقلش عن 7 8 تمليات وهو والثمره والحلاوه والجروميه وحلاوه. في ناس خلي بالك ما هماش فلاحين بيسمعونا، يعني ايه 7 8 تمليات؟ يعني انت بتروي الرز 7 8 مرات خلال الموسم كله. خلال الموسم كله بس؟
ده احنا كنا زمان ليل ونهار معلقين ميه على الرز يا كانوا يابا ست اشهر كان ست اشهر ست شهور ويوم كل يوم الرز ميته ايه نزلت كان في الرز كان رز ياباني ريري كنت بنملي ست اشهر احنا كنا بنزرع من شهر خمسه من اول خمسه ريهو جزم وندوم وندرس في شهر 11 ونضم وندرس في شهر 11 بالنوره جايين زمان والجرار كان بيلف. طيب يا دكتور حمدي من فضلك بالنسبه للفحه قبل اللفحه انا بس عاوز ليا تعقيب صغير. الميه اللي بتجيب اللفحه احنا الرز في الثمانينات كنا بنعتمد على اصناف طويله العمر كانت بتقعد 150 يوم ل 160 يوم في التربه، كانت عباره عن جيزه 171 وجيزه 172 وكان حصادها بيحصل الشتاء. احنا كنا زمان كنا زمان الناس شغاله الرز في الجيران والشتاء بتنزل عليه شهر 10 النهارده ستك الاصناف اللي طلعت كلها لما حصلت الكارثه بتاعه 84 بتاعه اللفحه وكنا عندنا صنف اسمه ريهو كان الحاج محمد بيكلمك الصنف ده كان مستورد من اليابان كان حبوب يابانيه اكله كان كويس جدا لكن وكان طلع تحت رعايه مشروع اسمه مبروك عليك 4 طن مبروك 4 وهو الريهو ده وجه في سنة 84 على أساس إن إنتاجيته 4 طن يعني يعني مبروك عليك 4 طن مصر كانت بتنتج 2.4 طن الفدان ودي كانت طفرة مع حدوث الطفرة في 84 حصلت أول كارثة في مصر من مرض اللفحة اللي هو أخطر مرض بيصيب محصول الرز فدمر محصول الرز في مصر في هذا العام اللي هو 84 كان احنا كنا مستعدين بتهجينات جديده بين الاصناف المحليه اللي هي جيزه 171 واصناف ثانيه وطلعنا من اول سنه 86 برز 2000 اللي هو جيزه 175 احنا مين يا دكتور حمدي؟ احيانا المشاهد عاوز يعرف لما بنقول احنا مين؟ كتيبه الباحثين في مركز البحوث الزراعيه مركز بحوث الزراعيه المتمثل في معهد بحوث المحاصيل الحقليه المتمثل في قسم بحوث الرز، قسم بحوث الرز مقره الاساسي موجود في سخة باعتبار ان محافظة كفر الشيخ ده على فكرة معهد بحوث الرز ده كان هيبقى معهد دولي لأسسه الدكتور محمد سيد البلال رحمة الله عليه وأسس برنامج الرز وعمل قواعد كاملة له وأسس برنامج اسمه برنامج التربية لاستنباط أصناف الرز واستحداث أصناف رز تاني حاجة برنامج المعاملات المثلى للرز للوصول إلى أقصى إنتاجية وبرنامج الإرشاد الزراعي لأن سيادتك وجد أن المثلث لابد أن يكتمل فلاح وباحث ومرشد زراعي الثلاثة دولت هم الأساس فأسس البرنامج بكده طلعت بعد كده الأصناف الحديثة بتاعتنا اللي هي من أول جيزة 177 و78 وسخة 101 و102 و103 و104 و105 و106 هذه الأصناف غالبيتها بتقعد 125 يوم في التربة بعد ما كان 160 يوم وفرت 30% من كمية المية اللي كان بيروى بها 30% خلي بالك سيادتك من كده كما ان الفكره الشائعه عن الرز ان هو مستهلك الماء فكره خاطئه تماما يعني مش بهذا الشكل الله امال ايه الخناقات اللي بين وزاره الري ووزاره الزراعه كل سنه معلش سيادتك كل التقديرات بتاعتنا تقديرات على اساس الديوريشن اللي هو عمر النبات من اول الزراعه للحصاد انت عندك نبات بيقعد 125 يوم منهم 30 يوم فتره المشتل. فتره المشتل ده عشر المساحه ايراط او ايراطين اما تيجي تحسب على 90 يوم منهم فتره حوالي 35 يوم بتنشف فيها الرز خد الفتره اللي في الوسط هتطلع بالمفروض الميه معاييرها الترشيد يوصل قد ايه كون ان بعض المزارعين بيسرف في الميه فده مشكلة شخصية أو مشكلة عدم يعني احنا بعد كده هنعمل عداد على الترع للفلاحين في زراعة الرز لو لا مش سيادتك كده المزارعين دلوقتي مع الإرشاد الزراعي ومع الاستجابة الصنف بياخد حوالي يعني 5000 ل 5500 ألف متر مكعب مية 5000 متر مكعب ميه كان الاول بياخد كان بياخد 9000 متر مكعب ميه مع عدم الترشيد مع زمان لكن مع الترشيد وبدا البرنامج يشتغل مع الاصناف القديمه وصل ل 7000 متر مكعب ميه اللي هي الاصناف القديمه دلوقتي لكن مع الاصناف الحديثه استحاله يوصل لاكثر سخه 101 الوحيد اللي ممكن يوصل ل 6000 متر مكعب ميه مع الهجين ومع الاصناف الجديده اللي طالعه اللي هو سخه سوبر 300 اللي طالع والهجن الجديده اللي هي خطه الدوله الان لتقليل المساحه المنزرعه من الارز
بزياده الراسيه واللي حققته الصين. احنا بكلم سيادتك احنا بقى مصر موقعها ايه؟ اعلى انتاجيه في العالم على مستوى المساحه الصغيره موجوده في مصر. مصر احتلت، وتقرير الفاو لو سيادتك رجعت لتقرير الفاو هتجد ان مصر مصنفه على مدار سنوات طويله انها الدوله الاولى في وحده في انتاجيه وحده المساحه. لكن الدول دي تتمنعها عندها مساحه كبيره فبتنتج كميه كبيره من الرز، كميه كبيره جدا. اذا خبر ومعلومه على لسان الدكتور حمدي موافي انه مصر ليست في ديل العشره العظام ولا حاجه، ده تعتبر اعظم دوله والاعلى انتاجيه في وحده المساحه. لكن احنا ما عندناش مساحه كبيره مزروعه زي الصين وزي اليابان وزي الفلبين، المساحه بتاعتنا قليله. مليون انت بتزرع مليون ونص بالكتير، فدان مليون فدان، مليون ونص، مليون ونص دولار هم اللي عاملين لك قلق. لان اصلا انت احنا عاوزين نوصل المساحه ده مع الرز الهجين، لان الصين استخدمت تكنولوجيا الرز الهجين من سنه 1976. احنا عندنا التطور بتاع الرز الهجين علميا 1982 دخلنا مصر، لكن 1995 اسسنا برنامج الرز الهجين في مصر. الرز اللي حضرتك رئيسه الان اللي حضرتك رئيسه الان اللي سيادتك احنا انا كنت احد مؤسسي هذا البرنامج انا والدكتور علي عرابي الله رحمه الله عليه، واسسنا هذا البرنامج. رحنا الفلبين وجبنا سلالات الامهات وبدانا نرب ونطلع اصناف مصريه. السنه دي هنسجل ان شاء الله هيوقع عند المزارعين حاجات جديده بشرى ان شاء الله. خبر خبر بالنا نفس مصر تسجل اصناف يعني مصر هتسجل صنف رز ده مصر مسجله اصناف. بقول لسيادتك سمعه مصر العلميه عالميا من احسن السنه دي داخل تسجيل صنف سيادتك داخل ساخه سوبر 300 وداخل حاجات ثانيه جديده ان شاء الله. الحاج محمد زارع سوبر ساخه 300 قلت لي عليه، هو اللي يحكمه. لا كلمني عنه انت بقى دكتور محمد سوبر. عشان الدكتور حمدي ما يسرعكش. والله هو السوبر 300 السنه دي هو قال لي تاخر بيه شويه بس هو واعمل اللي انت عايزه فيه، ما قاليش على الصنف حاجه غير كده. يعني قال لك اخر زراعته شويه. اخر زراعته شويه. زرعت يوم كام انت او في شهر كام؟ كفر الشيخ بتبدر شويه. ايوه انت زرعته امتى بالظبط؟ انا المشتل بتاعه معمول يوم 15/5 الساعه 4:30 العصر. ايوه. قعد اتنجح في الملح، نجحت التجاوي في الملح الاول. قعد قد ايه في المشتل؟ كام يوم؟ قعد في المشتل 19 يوم بالظبط، يعني انا يوم الملح بقول لاولادي الرز ده غاب 20 يوم، جاري قال لي 19 وساعه لا. 19 يوم وساعه فوق منهم لا. جاري انا في الارض. يعني اذا نقلت المشتل في الارض المستديمه يوم 6 يوم 5 6 مثلا او 4 6 يوم 5 6 كان يوافق يوم 20 رمضان. 5 6 ده انا فاكر في زراعات تقليديه كان الرز بتاعها خلاص بدا يعني قرب يسبل يعني. طيب انت قلت لي بتعد السبله دي كام حبايه في السبله يا حاج محمد؟ لو الحبايه لو السبله دي 335 حبايه ان شاء الله بضمن ال 6 طن بعد الطبحتير وبعد الهصه دي كلها. 6 طن للفدان. 6 للفدان. حاج محمد ابو عرب في الشرقيه في كفر الشيخ بيجيب 6 طن رز للفدان. يعني عشان ما فيش فلاح يقول لك ده انا بجيب 3.5 وبجيب 4. 6 طن للفدان من هجن مصر جديد او من صنف جديد بتسجله مصر السنه دي ان شاء الله. من صنف جديد لسه طالع السنه دي لسه على باب الكريم. خدمته بقى ومقاومه المبيدات. عاوزك تشرح للناس. ده مربط. انت بيقول انك انت مرشد عظيم يا حاج محمد في مجال الرز. ده مربط الفرس. خدمه الرز. انا ما بخدمش الرز. تكشير بسيط خالص للتقصيب بس، المهم ان انا اسوي ارض حلو. التسويه جيده واملي واشتل. بعد ما بشتل الانفار تطلع من الارض انشف الارض 3 ايام. بعد ما تشتل تنشف؟ الانفار تطلع تشتل وتمشي وانا انشف ارضي 3 ايام وما اروحش عندها كمان. خلي بالك انا كنت مزارع رز انا مش قادر اصدق الكلام ده. لا صدق. ده احنا كنا بعد الانفار ما تطلع من الارض بعد الشتل نقول لك زود الارض ميه كمان. انت سعادتك تقول لي ليه؟ ليه؟ ليه بس بعد الثلاث ايام ليه؟ خدت بال سعادتك؟ انشف الارض 3 ايام وما اروحش عندها اشوفها في الظهريه وبتاع عشان ما ازعلش. عشان الرز يضرب جذور في الارض. الارض تكبش العود والعود يكبش في الارض. ايوه تمام كده ده بالمفهوم الفلاحي. بالمفهوم الفلاحي عشان الفلاح يفهم بالعجل. مليت الارض ميه شتيلت ومليت الارض ميه وروحت وعندي ابن صغير كل يوم اقول له روح زود زود زود. هتعوم. مش هتعومه بس.
هو الدودة الدموية هتشتغل، والبيضة الدودة البيضة هتشتغل، والرز هيتنادي وهيقعد عند بتاع المبيدات وحاول الدودة دي اللي كانت بتقرصنا في رجلينا واحنا بنشتغل في الرز. ايوه فيها منها نوع يقرص في رجليه. اه خدت بال سعادتك؟ فانا بناشد الفلاح وبقول لاخواني حبايب الفلاحين، ممنوع الخدمه في ارض الرز، ممنوع الخدمه اللي هي ايه المقصود بيها؟ الخدمه خفيفه لتسويه الارض بس. على فكره ده تجربته هو، انا ماليش دعوه. انا على أرض فكره يعني انت تقصد انه ما يسبخش الارض قبل الحرت والكلام ده؟ انا اقول لسعادتك على السباب، الارض لو بنجر يحرت حرت خفيفه عشان البنيان والزواريج والبتاع دي، ويساوي الارض بالقصبيه جيد وسبخ. وبعد ما يسبخ يسبخ ايه بقى؟ سباخ بلدي عادي. انا بعمل سباخ كمبوست متحلل وبحطه في ارض. ده انت ابو عرب بقى، انما الناس كلها ما بتعملش. وعملت ملقاش كمان، الكمبوست ده ملقاش، وعملت كمان سماد حيوي من القش، من القش، بمساعده زميل دكتور حبيب شغال في مركز الطحال، يا دوبك وراني مره واحده واشتغلت بايه. انت موالك طويل وانت وحشني من زمان. خد نفسك كده على ما نطلع فاصل اعلان قصير عشان خاطر برضو المعلنين بتوعنا، وهنرجع تاني فاصل قصير ونرجع لكم على الحاج محمد ابو عربي. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية يا حاج محمد. بيسموك المرشد الكبير في زراعة الرز. اتفضل. انت طورت حاجة بنفسك ولا مصر انك تتعامل مع وزارة الزراعة وبتسمع كل ارشادات وزارة الزراعة ومركز البحوث، خاصة معهد بحوث سخن؟ وسعادتك انا طالما غاوي وبحب حبايبي العلماء وبحتز بالعلماء لازم هسمحه من غصب عني. بس في ناس كتير جدا تقول لك يا عم سيبك من كلام الكتب، هل كلام الكتب فعلا انت جربته ومشيت وراه وكسبت؟ لا لا ده العلم يا دكتور. العلم ما فيش هزار. هو بيستنبط لي الاصناف. العالم بيستنبط لي الصنف ده. ويقول له خد الصنف اتعامل معاه، انت تبقى تتعامل معاه بطريقتك. لكن بيدي لك كتاب ارشادات، بيدي لك البرنامج، بيقول لك ده عاوز كذا وكذا وامنع عنه كذا والله وكذا. الدكتور حمدي اهوت ما قال لي اتعامل بطريقتك السنه دي معاه، وتعاملت والحمد لله انا يعني ان شاء الله كده الاول. بتعرف تعد السبله دي يا حاج محمد؟ امال ايه؟ ما عدهاش ليه؟ تتعد واحده بواحده كده. واحده بواحده. فرع بواحد كده. بيجي 350 250 حبايه ولا؟ لو جات 335 حبايه عند الستة طين. ستة طين. ستة طين. جات ال 300 حبايه هتيجي ستة الا شويه. جات 280 برضه محصول حيل متفوق عن جيراني وعن اللي حواليا كلهم برضه. لكن هتوصل السنه دي لستة طين. السنابل دي اصناف مش كل السبل. طيب يا حاج محمد، عندنا في الفلاحين وفي عند المستهلكين يقول لك انا عاوز رز ما اعرفش ايه العريض، لا يعني رفيع. يعني العريض مثلا سعادتك انا عندي 177 تعداش 3 طين. ال 177 اللي هم بيسموه الفلاحين 90. حبايته حلوه وكل حاجه وجميله بس ما تعداش ايه 3 طين. عندي طلع بعد منه 105 زاد عنه نص طين. في رز بشوفه متفرد في الشوارع كده دكتور حمدي، ناعم جدا رفيع زي الابر كده، ده اسمه ايه ده؟ ده بقول لك اسطو بجيب 5 طن. ده 78 طويل الحبه او الرز البسمتي حاجتين.
لا ما قالوش بسماتي ده رز، يبقى رز طويل الشعر عادي اللي هو 78 ولا رفيع؟ رفيع جدا، رفيع. ايوه ايوه يا دكتور، هو رفيع 78 وبيضموه اخضر ويفردوه في الشوارع ويقعدوا يقلبوه لحد ما ينشف تاني، عشان بيفرط لو سابوا ينشف في الارض. بيفرط عشان تفرط. خدت بال سعادتك؟ فهم ده في الاكل كويس، الناس بتهرب منه ما بترضاش تشتريه. لا هو الاصناف على فكره ده هو بيزيد في الطبيعي، بيزيد في الطبيعي، الكيلو بغد الست رجال. عشان رفيع. انا عاوز اقول مفاجاه، مفاجاه. ستك اتكلمت على اصناف العرب، بس اخا سوبر 300 احنا عملنا في اسكندريه دوره في الجوده للهجن وسخا سوبر. ده رز مصري فاخر ومتعبي بواسطه مركز البحوث. سيادتك احنا تعاوننا مع مركز البحوث الزراعيه، متعبي بواسطه مركز البحوث الزراعيه، البحث العلمي والتكنولوجيا، اكاديميه البحث ومركز البحوث الزراعيه ومعهد بحوث المحاصيل الحقليه. تم عمل مشروع اسمه المشروع القومي للنهوض بانتاجيه وتسويق الرز الهجين. عند المشروع القومي لتنميه والنهوض بالرز الهجين ده فكرنا نبدا منه، لكن بعد فاصل تاني إعلان مهم جدا قصير وراجعين. فاصل ونعود. هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية والله مفاجآت، برغم ان انا مفاجآت كبيرة جدا بسمعها في الفاصل، برغم ان انا بدعي ان انا عندي ثقافة زراعية، لكن مفاجآت جميلة جدا ومفرحة جدا بسمعها من الفاصل. الدكتور حمدي كان بيكلمني عن ثقافة استهلاك الرز في العالم وتاريخ استهلاك الرز في العالم، نسمعه منه احسن. هو انا قلت لسيادتك ان اصلا الصين بتزرع 30 مليون هكتار رز، يعني حوالي 70 مليون فدان يعني رز، ويزيدوا عن كده كمان. كانت الصين بتنتج اصلا 5.5 طن للهكتار، للهكتار في الاصناف التقليديه بتاعتها. اما بدات ثقافه، اولا الصين قلت لسيادتك حضارتها قائمه حضاره الارز. انا قريت كتاب في امريكا لعالم امريكي كبير بيتكلم عن ثقافه الصين التي صنعت الحضاره ديت كلها، ثقافتها ثقافه الرز، ثقافه المزارع الصيني هي اللي بلورت الحضاره الصينيه وهي اللي عملت منها. جنوب شرق اسيا كله بيعتمد على الارز وبيعتبر الرز ده محصول استراتيجي اقتصادي اجتماعي ثقافي كل حاجه، حتى الاغاني اللي بتتعمل والحوارات وكل الكلام ده الثقافه بتاعتهم والفرحه بتاعتهم كلها، حتى كل حاجه في اليابان صناعه الكيك صناعه الثقافه الجدران، الجدران من قش الرز، الاخشاب من الرز، الورق من قش الرز. انتقلت بثقافة الرز بقى الانتاجيات الرز وتقدمت ازاي. سيادتك الرز الهجين اول واحد، وده كان لي لقاء معاه اللي هو الدكتور يوال لونج بينج، ابو فازر اوف هايبرد رايس بريدنج ان ذا وورلد، ده ابو الرز الهجين في العالم. اول ما اكتشف سيادتك زي الذره الهجين الرز الهجين من محصول ذات التلقيح والاخصاب بيلقح نفسه الى محصول خلط التلقيح والاخصاب في اب وفي ام، ومجرد الهز. وسيادتك ان شاء الله الكلام ده كله مفروض ان الناس هنا هتبدا تعرف، الحاج محمد عارف الكلام ده، وده اللي الحاج محمد انتجه. هندخل بقى حاج محمد بياخد بقى الناتج بتاعه ده اهو. انا بس عايز ب 10 كيلو بس عايز اقول لك دكتور حمدي، الصين بقى 20% من انتاجيه الرز في العالم عشان الزياده راجعه لاستخدام الرز الهجين اللي بينتج طن وطن ونص زياده عن الرز التقليدي. الصنف الهجين بيتزرع ب 10 كيلو بس يا حاج محمد. الرز اللي انت انتجته السنه دي ده وهيتوفر للمزارع السنه الجايه، الدكتور حمدي بيقول النص كيلو فيه يساوي كيلو من الرز الثاني وحبايه عريضه، وانتاج 6 طن في الفدان. هنشوف ان شاء الله، وتقوية هتبقى متوفره للفلاح السنه الجايه. هنشوف ان شاء الله. يعني ممكن فعلا اللي يخالف في زراعه الرز بعد كده تتقطع رقبته.
لا مش هينقطع رقبته. انا سعادتك عايز اقول، انا عايز اقول اجيب حته بس الصين بسرعه. انا ما تبصش للصين يا دكتور حمد، احنا ما نبصش للصينيين اطلاق. الصيني الفلاح الصيني اللي زي حالاتي قاعد في ارضه بيعودش كارت كماوي بيقول الو يا 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 مخزنجي ابعت لي شكاره كماوي، واقف عنده لان ادوني محاضرات كتيره كتيره ياما خالص. ورحت لو شفت يطلع في عربيات واقفه فيها سواق وعامل يشيل شكاره الكماوي ويروح يفضيها في السماده ونفطها حلو كده وطبقها وسلمها للمخزنجي تاني. انا ما بصش للصيني، انا بص الفلاح المصري اللي لو انخرب بيته وما معاش فلوس ارض اضمه ما حدش بيسال فيه. وحد بيسال في الفلاح المصري، حد بيقول له المايه غابت عنك والارض وزراعتك. الفلاح المصري يا دلوقتي ما تناقضش نفسك بقى، مركز البحوث والدوله اهي طلعت لك صنف من 3 طن ل 6 طن. طيب ومن 6 شهور ل 3 شهور ومن 9000 متر مكعب مايه ل 5000. طب ما انا عندي شكاره الكيماوي ب 240 جنيه، انا عندي دلوقتي بشتري الفدان ب 1200 جنيه، عندي بضم الجراد ب 25 جنيه، ما تحسب لي يا باشا. سليم كلامك سليم. كل الكلام ده سليم، لكن القيمه المضافه اللي احنا هنوصل اليها دلوقتي بعد ما كنا بنصرف 10000 جنيه على فدان الرز عشان يجيب 3 طن. لا ما عادش مصاريف. انا سعادتك لو زرعت فدانين قط هزرع جبل منهم 4 فدادين وركب عداد هنا وركب عداد هنا، انا القط ما خدش اكتر منهم، انا ما عدتش مفلح وهرمي عميتي دي تحت العربيه تهرس. ايوه بس عشان القطن بياخد فتره طويله برضو يعني ما تضحكش علي انا فلاح. ما بياخد مي ماشي اوكي. طب ما كل ما عيط عشان ميه وعرشها رز ليه؟ بيحسبها ان الارض اصلا بتبقى شرايين. اه طبعا فبتستهلك ميه. طبعا انا راجل فلاح واقف وعارف الفدان القط بياخد ميه قد ايه. يعني ده خبر جديد، الحاج محمد ابو عرب بيقول للفلاحين ان القطن دلوقتي بيستهلك ميه اكتر من الرز بتاعه. طب جاب عندي السنه دي قد ايه؟ القطن جاب كله لسه قد كده، جاب جنطرين قط، اللي هيقول اكتر من جنطرين هقول له انت كذاب. النفر الجاني عندي النهارده ب 115 جنيه وب 100 جنيه وب 110 جنيه واتغدى لا يا سمكه لحم. انا بناشد السيد الوزير عبد المنعم البني ان منظومه الزراعه تتغير وتشتغل معايا، والا مش هقدر اخرج من عنق الزجاج عمري. هفضل هابد لحد امتى؟ لحد ما اموت؟ احنا خلينا مبشرين يا حاج محمد، انت بسطتني في الاول. انا مبشر. طن الرز السنه دي بكام؟ ب 4000 جنيه اهو. 4 في 6 ب 24 وصل النهارده 4. وفين الست؟ احنا لسه انت اللي قايلها دي ب 6. ان شاء الله 4 في 5 ب 20. صارف كام انت على الرز في ال 100 يوم يعني بتوعك؟ ما تحسش بقى مصاريف قد ايه؟ فين الستة؟ الستة لسه ما حصلناش، فاضل 10 ايام وهنشوف بالظبط اللي هو السوبر ده فاضل قدامي 10 ايام وهحصد وهقول لك عليه بالكيلو. طب انت بالتليفون اللي انت جبت من الاصناف الثانيه جبت قد ايه؟ جبت من الاصناف الثانيه. ما انت اكيد زرع اصناف 107 السنه اللي فاتت جاب 4.7 79 في 2015 الرفيع اللي انت بتتكلم عليه جاب الستة طيب. حلو. طب عاوز ايه بقى؟ ان شاء الله خدت بال سعادتك 6 في 4 ب 24000 جنيه. بس كان فيه نسبه كسر ونقطه جريه وبتتكسر التجار ما اشتروه. لكن الرز ده هو الجديد اللي هنشوفه السنه دي عندك انت لوحدك. ده جميل دي، انا عارف ان هو جميل. رز رز مصري عريض الحبه. وبعدين سكتش المكان ده اب ملقح لانتاج الهجين العريض الحبه في مصر لاول مره. هيبقى عندنا الهجين، الهجين بقى بتاعه بيتفوق على الصمت التقليدي بطن لطن ونص زياده. ما عندنا هو ده ستك، ولذلك احنا بنتكلم بقى ايه؟ البيت بقى اللي هتطبخ الرز. مصر لازم تاخد موضوع الرز الهجين، الرز الهجين ده المفروض ينفصل عن الرز التقليدي. علشان يبقى الصين فصلت الموضوع ده وبقى الرز الهجين لوحده، فيتنام بتعتمد على الرز الهجين، بنجلاديش بتعتمد على الرز الهجين، كل الدول ديت بقت اساس. اندونيسيا، واحنا عندنا السنه دي على فكره في مؤتمر في اندونيسيا وانا في المجموعه الاستشاريه بتاعت الرز الهجين في العالم، من ضمن المجموعه الاستشاريه العالميه لعلماء الرز الهجين في العالم، هيجتمعوا في شهر 11 لمناقشه التطورات اللي حاصله في الدول دي اللي ستك بتتكلم عليها، لانها بتعتمد اساسا على تكنولوجيا رز الهجين. تكنولوجيا رز الهجين في مصر عاوزه سياسه خاصه بها تدعم. و بس احنا بدأنا بيه. بدأنا ده احنا بادئين من سنة 82 يعني بدأنا لاجل الثمار ان شاء الله عز وجل. طيب يا حاج محمد الرز المكثف ده جربته؟ تكثيف الرز اللي قاعدين واجعين راسنا بيه ده. المتر الواحد فيه 24 كيلو.
24 نبات شتله يعني. شتله حسب نوع الرز. حسب نوع الرز. انا عندي رز بنشتل على 20 سنتي، انواع بتنشتل على 20 سنتي، انواع الخلافة عالي، وانواع بتنشتل على 15 سنتي. امال كنا زمان بنخف الرز يا حاج محمد؟ انا ماليش دعوه بايام زمان، احنا ايام زمان كنا عارفين حاجه. طب الرز ده علشان الفلاحين اللي سامعيننا لازم مشتل ولا ممكن بدار؟ مشتل وبدار وكل حاجه. انا مستك برضه ده مشتل وبدار وكل حاجه. وكل حاجه ينشف يبدر، والرز يخضر اول ما يخضر يبدا ينشفه، والرز فالح ل 10 على 10. اتفضل. في 200 مزارع انا كان نفسي عاوز اسالك بسرعه، لسه قدامي دقيقتين. وانت بالذات الرز المكثف يعني ايه؟ هتكلم على الرز المكثف الاس ار اي. الاس ار اي ده رز المكثف ده، احنا بدانا هذا البرنامج مع الدكتور طارق قط من سنة 2011، كان وكيل وزارة الري والموارد المائية تبع مشروع للبنك الدولي، وعملناه بالتعاون بيننا. وكان المشروع ده مضى عليه مرة الأستاذ الدكتور عبد المنعم البلن، الأستاذ الدكتور صلاح عبد المؤمن، ومضوا على المشروع ده واشتغلناه مع الري. ورز المكثف مش زي ما بيتكتب في الجرايد ولا بيتكلم في وزارة الري بالطريقة دي خالص، ان احنا بنجيب 6.5 طن والوضع كذا والكلام ده كله. لا، الرز المكثف عبارة عن رز ذو بيحتاج انك انت تزرع مشتل تحت تربة عضوية بمواصفات خاصة عشان تستطيل بادرة عمرها من 8 الى 12 يوم تشتلها، عمرها 8 ل 12 يوم. طبعا المزارع المصري ما يقدرش يشتل شتله عمرها 8 ل 12 يوم. معايا تقرير كامل. اما الرز المكثف اللي ورد عن طريق وزاره الري، ارز بيتشتل على على عمر 5، والتقرير بتاعهم موجود معايا اهو، تقرير السنتين عشان كنت اقيمه، اللي عملته دكتورة إيمان سيد في وزارة الري، وكمله الدكتور سعيد سليمان معاها. هذا الكلام ليس الكلام اللي اتحط، حتى الحاجات الإرشادات اللي متاخدة من النشرة بتاعة الرز اللي طلعها وزارة الزراعة ليست صحيحة، وليس لكن الفلاحين اللي موجودين قالوا على الرز المكثف ايه. كل واحد بيشتل على الحب بمسافات معينة قالوا عليه رز مكثف. لا، الرز المكثف مش كده، ده علم. الرز المكثف، الرز المكثف ساتك بيبقى شتل على مسافات تصل الى 30 طن، في اصناف ذات مواصفات خاصه علشان يتفرع اكتر الفروع. أنا بدل ما للاسف وقتي للاسف وقتي انتهى، وبيشجعني ان انا اعمل حلقه تانية عن الرز. هاخد منك ربع دقيقه يا حاج محمد علشان اختم. ربع دقيقه هقول فيها ربع دقيقه. انا بقول في الربع دقيقه يا خلقه، احنا بنعمل كل حاجه حلو. فلاح مصر غيور، انتوا عشان فلاح مصر غيور انتوا مش راضيين. لو وزير بيجي في وسط عندي كده وشوف زراعتي، كل اللي حواليه يشتغل، كل اللي حواليه يشتغل عشان الوزير يجي عنده السنه الجايه. الوزير للاسف ما حد بيشوفه من 2005. طيب انا بشكر ضيوفي الاعزاء الدكتور حمدي موافي رئيس برنامج الارز الهجين في مصر، والحاج محمد ابو عرب المناضل الجميل اللي هيجيب 6 طن رز من الفدان، حبه عريضه بتستوي بسرعه، طعمها حلو، فيها كل المواصفات. كلمه واحده انا خلصت، انا بني خلاص المخرج هيقطع عني الهواء. كلمه واحده بس، كلمه واحده. انا عايز يزرعوا الرز الهجين ويطوروا الرز الهجين في مصر، يعملوا له مكان يبيضوه ان شاء الله. ان شاء الله هو دكتور بيشتغل وبيطلع الصنف. انا عايز مكان. هي دي الحلقة، هي دي الحلقة المفقودة الحاج محمد قالها أخيرا، على مصر أن تطور آليات أو ماكينات أو مضارب لتبييض الرز الهجين علشان ما يتكسرش، علشان ما خسرش نتيجة الجهود المبذولة من الدولة وجهود الباحثين والأموال التي تنفق على تطوير البحث العلمي. في نهاية حلقتنا هذه لا يطيب لي أن أشكر الدكتور حمدي مرة أخرى، والحاج محمد أبو عرب مرة أخرى، ولكم حضرات السادة المشاهدين ولفريق الإعداد ولرئيس هذه القناة، أوجه الشكر لكم جميعا، وتصبحون على ألف خير.
هذا البرنامج برعايه